بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. كيف أحصل ثواب قيام ليلة القدر كل ليلة؟ السنة دي سنة مهجورة لا يعلمها كثير من الناس، هدية من الله سبحانه وتعالى، لكي أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من ثواب ليلة القدر كل ليلة، فسن لنا هذه السنة العظيمة التي للأسف الشديد قصر فيها كثير من الناس. ازاي انا اخد ثواب قيام 4 ركعات في ليله القدر كل يوم في كل ليله؟ يعني كانك قمت 4 ركعات في ليله القدر كل يوم، وانتم عارفين ان قيام ليله القدر بقيام افضل من قيام 1000 شهر، يعني اكتر من افضل من 83 وثلث سنه عباده. جاء في الاحاديث الصحيحه بسند صحيح مرفوعا عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن السيده عائشه رضي الله عنها. جاء مرفوع عن عبد الله بن عمر، انا هكتب لكم الاحاديث دي كلها تحت الفيديو، من صلى 4 ركعات بعد العشاء قبل ان يخرج من المسجد كنا بعدلهن من ليله القدر. وجاء مرفوعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث في سنة صحيح، من صلى 4 ركعات بعد العشاء لم يتكلم بينهن كنا بعدلهن من ليله القدر. وفي روايه اخرى، من صلى 4 ركعات بعد العشاء لم يقطعهن بتسليم كنا بعد لهن من ليلة القدر، سنة صحيحة. وفي رواية أخرى، من صلى 4 ركعات بعد صلاة العشاء بتسليمة واحدة كنا بمثلهن من ليلة القدر، تسليمة واحدة يعني صلي 4 ركعات قطعة واحدة. فدي بعض الأحاديث، وأيضا أيضا مرفوعا عن السيدة عائشة رضي الله عنها. يبقى أنا أعمل إيه عشان أحصل هذا الثواب العظيم؟ وأحصل ثواب ليلة القدر أو قيام 4 ركعات في ليلة القدر كل ليلة. هذه السنة كما قال العلماء تختلف عن سنة الشفع والوتر، تختلف عن سنة صلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل، هي سنة مستقلة بذاتها لها ثواب عظيم. أول شيء أصلي العشاء في جماعة، لأن في أحاديث من صلى 4 ركعات قبل أن يخرج من المسجد، لكن هي مش معناها أنك لازم تخليها في المسجد، لكن معناها أن أهمية صلاة العشاء في الجامع، لأنه ليس معنى أن الإنسان ياخد 4 ركعات في ليله القدر كل ليله هو بيضيع لصلاه بيضيع صلاه الجماعه في العشاء في المسجد. عايز تاخد هذا الثواب، لازم اول شيء تصلي العشاء في جماعه، بس تريد ان تحصل ثواب ليله القدر كل ليله 4 ركعات دول. دي اول حاجه. تاني حاجه، يعني تقعد قليلا تذكر الله سبحانه وتعالى 2 3 4، ما توصلش النافله بالسنه، لانه هذا مكروه فيه كراهه تحريميه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لان ده كان سنه اهل الكتاب انهم كانوا يصلوا الفرض يروحوا قايمين على طول السلام عليكم، هذا مكروه. تقعد شويه تذكر ربنا سبحانه وتعالى، بعدين تقوم مستحضر النيه عشان تصلي هذه ال4 ركعات. الخطوه الثالثه، حاول ان انت ما تتكلمش مع حد، لان جاء عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، من صلى 4 ركعات بعد العشاء لم يتكلم بينهن كنا بعد لهن من ليله القدر. لم يتكلم بينهن يعني ايه؟ بين ال4 ركعات بتوع العشاء وال4 ركعات دول. طب ليه؟ عشان تبقى كلها عباده متصله ببعضها ببعض، عباده متصله ببعض ببعض، فتبقى عباده طويله. صليت الـ4 ركعات بتوع العشاء، بعدين قعدت تذكر الله سبحانه وتعالى، والذكر عباده، وما قطعتش هذا الذكر بالكلام، بعدين كنت قايم مصلي 4 ركعات. لكن مش معنى كده ان لو اضطر اني لو لو انك اضطررت للكلام لاي سبب، واحد قال لك السلام عليكم ورحمه الله، مش معقول انا مش هترد السلام، هو السلام واجب، هترد عليه. واحد متفقه في الدين، واحد جه ساله في مساله شرعيه هامه، ولا لسه تفتيني فيها، رد عليه خلاص انت تكلمت بخير، قياسا على الطواف. الرسول صلى الله عليه وسلم احل الكلام في الطواف، لانه على الرغم انه صلاه الا الله حل فيه الكلام، فمن تكلم فمن يتكلم بخير قياسا على هذا. فيجوز لك ان انت تتكلم ولكن لضروره، وعشان الصحابه والتابعين كانوا يعلمون هذا، يعني احد التابعين وسعيد بن المسيب واحد كبار التابعين يقول راوي الحديث واحد من التابعين قال كلمت سعيد او كلمت فلم يراجعني حتى صلى هذه ال4 ركعات. هم يريدون تحقيق هذا الثواب العظيم، شوف يعني، فما رضاش يرد عليه لغايه ما خلص الصلاه ب4 ركعات دول، عشان عايز يحصل ثواب ليله القدر. فبيوريك حرص الصحابه والتابعين وتفريط اهل هذا الزمان في السنن والاستخفاف بالسنن. يبقى اول حاجه هقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى، هحاول ما اتكلمش مع حد الا لضروره، ما اتكلمش في امور الدنيا او في مزاح او شيء او غيره. اول ما اصلي ال4 ركعات دول مستحضر النيه، واهم حاجه استحضار النيه، انا بصلي ال4 ركعات دول عشان اخد ثواب ليله القدر.
من عمل عملا يحتسب اجره عند الله فهو حسبه له عند الله، كما روي عن حديث صحيح عن سيدنا عمر بن الخطاب رفعه الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى احتساب الاجر والنيه واستحضار النيه له عليه معول كبير، عليه ثواب عظيم. لو انت تستحضر النيه وانت بتصلي 4 ركعات دول، انا بصليهم عشان اخد اجر ليله القدر. تعالى بعد كده حاول تطول شويه في 4 ركعات دول، اللي جاء في الاحاديث الصحيحه في فضل هذه الصلاه. من صلى 4 ركعات بعد العشاء يعلم ما يقترئ فيهن واطال في ركوعهن وسجودهن كنا بمثلهن من ليله القدر. يبقى شوف انت بتصلي 4 ركعات في العاده ازاي، وطول شويه في 4 ركعات دول، خليهم يعني خليهم اطول شويه، وطول شويه في القرايه. انا مش بقول لك طول قوي، لكن طول شويه اكتر، طول شويه في القرايه، استحضر النيه وخليك متدبر الكلام، الايات القرانيه اللي انت تقراها اكتر من تدبرا من اي صلاه تانيه، لان انت بتصلي 4 ركعات عشان تاخد اجر ثواب ليله القدر. وبعدين تطول شويه في الركوع والسجود، تطمئن وتتعب. دي الخطوه اللي بعد. الخطوه اللي بعد كده تصلي 4 ركعات دول قطعه واحده، كما جاء عن عبد الله بن مسعود في الحديث، من صلى 4 ركعات بعد العشاء لم يقطعهن بتسليم كنا بعدلهن من ليله القدر. لما يقطعهن بتسليم يعني ايه؟ يعني ما تسلمش بعد ركعتين التانية، الركعه الثانيه بعد التشهد الاوسط، ويقوم لا، جيب التشهد الاوسط وقايم وصلي جاب ركعتين التانية، سنه 4 ركعات متصلات كنا بعدلهن من ليله القدر. بعد كده حققت كل الشروط اللي مطلوبه ان انت تاخد ثواب ال4 ركعات في ليله القدر. وهذه ال4 ركعات تصلي بعد صلاه العشاء، يعني حاول ما تاجلهاش، صلي بعد بنفس الشروط. حاول تاني الشروط المطلوبه لهذا الثواب العظيم. اول شيء اصلي العشاء في الجامع، تاني حاجه اقعد شويه اختم صلاتي، ثالثا احاول ما اتكلمش الا الضروره مع حد، رابعا اقوم اصلي 4 ركعات مستحضر النيه، النيه استحضار النيه له ثواب عظيم، خامسا اطول شويه، اطول في ال4 ركعات دول شويه اكتر من صلاتي العاديه، واكون متدبر لقراءه القران ومتدبر، واطول شويه في الركوع والسجود، سادسا ما اقطعش ال4 ركعات دول بتسليم، اسليهم اصليهم بتسليمه واحده كما جاء عن عبد الله بن مسعود في احد الحديث الصحيح. وكده ابقى انا صليت ال4 ركعات دول كاني صليتهم ليله 27 اللي احنا التي نحسبها ليله القدر، او نرجو انها او هي ارجح الاقوال، او كاني او كاني صليتهم ليله القدر، واحصل ثواب عظيم جدا 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 كل ليله، والمفرط والمحروم الذي ضيع هذا الثواب. انا هكتب لكم تحت الفيديو الاحاديث الصحيحه عن كل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تحت هذا الفيديو، يا ريت تنسخوا وتنشروا على مواقع التواصل الاجتماعي. يا ريت كل واحد سمعني دلوقتي ابدا من الان حافظ على هذه ال4 ركعات بعد صلاه العشاء، بعد ان صلي العشاء في المسجد، صلي ال4 ركعات دول متصلات وانت مستحضر النيه، نيه ليله القدر، غير الشفع والوتر، غير دول، ودي سنه تختلف عن سنه الشفع والوتر، تختلف عن صلاه التهجد في الليل، تختلف عن السنن الأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.